اسمي جيهان شعير، أنا الفاوندر لجيهان بيوتي كوين. أنا ياسمين دبوس، I am the co-founder of إسباس فن. I'm Ingrid Raad Dahdah, I'm the founder of Difa Group. سلام هبر، نحن شركة نقل على بور بيروت اسمها شربل، نقول الهبر للنقل والتجارة. بال 2020 بانفجار 4 آب كنا بقلب الشغل عم نشتغل، إنه معجزة إنه ضلينا طيبين من قوة الانفجار، من قوة الصدمة كمان صراحة، من قوة الدمار اللي صار. بس we didn't survive it من جوا، من جوا هو المشكل، من جوا هو صعوبة to get over هالشيء الفظيع اللي صار بالمدينة وفينا. It was total destruction. Material destruction, our office was a complete chaos. I joined the EU for Women Empowerment program. I had a chance to get selected and to be able to join it, to get a sense of community. عايزة financial guidance, financial support. عايزة business guidance. شو بتعملي بشي هالقد كريزة فوق كريزة فوق كريزة. الجرانت اللي اعطونا اياه EU4WE امباورمنت عن جد كان كثير مفيد لإلي، واجا عن جد بوقته، لانه قدرت انا كل شيء مكسور علي من تصليحات، وهلا نحن على اول الشتوية قدرت اشتري دويديب للكاميونات كرمال تحت يقدروا يشتغلوا، فبالتالي زاد الشغل تبعولي. نحن السيدات الاعمال اللي تعرفنا على بعض وعملنا جروب مع بعض، وهلأ عن جد كتير منساعد بعض. نكون مجتمعين مع كذا امرأة عندهم بزنسز مثلنا ببيروت، وكمان تأذوا من نفس المشاكل، مرقوا بنفس المشاكل اللي مرقنا فيها وتأذوا بالانفجار مثل ما نحن تأذينا. وما بتصدقي قديه حلو تشوفي حالك as part of إنه منك لحالك بهيدا الشيء. بشو بدنا دعم؟ أكيد أكيد بدنا دعم بالماركتينج، بدنا دعم بإنه طرق نحن الأشياء الإنتاج اللي نحن عم نقدر ننتجه بلبنان إذا في يتصدر لبرا، حتى البزنس إذا بيقدر يعمل فرانشايز، كيف فينا نضاين نحن وبالبلد؟ فلحتى نضاين نحن وبالبلد أكيد بدنا سبورت مادي لحتى نقدر نقطع هيدي المرحلة بسهولة.